نروح بقى لأهم المنشطات أو العناوين الخاصة بنادي الأهلي من الجرايد. الأهرام كارتيرون يطالب لاعب الأهلي بإغلاق صفحة الاتحاد السكندري. المدرب الفرنسي ينافس على 4 بطولات. الفريق يفتقد 20 لاعب أمام الترسانة. الأخبار، الأهلي في خطر قبل موقعة سطيف، أرقام سلبية للأحمر بعد خسارته أمام زعيم الثغر ويستعد لمواجهة الشواكيش. روز اليوسف، الإصابات اللعينة تطارد نجوم الأهلي، معلول، سعد، الشناوي وفتحي. المساء، قبل لقاء الترسانة في الكأس، أزمة لاعبين في الأهلي، انضمام فتحي ومؤمن للمصابين، تجهيز سعد ونجيب وعاشور ومحسن. الشروق، الأهلي يعاقب لاعبيه بعد رباعية الاتحاد، كارتيرون أرفض الأعذار، الجميع مسؤول عن الهزيمة ونركز حاليا على بطولة الكأس. الأخبار المسائي، الأهلي يتعلم من درس الاتحاد، الخطيب يعد كارتيرون بصفقات قوية والمدير الفني يصحح الأخطاء. اليوم السابع، الأهلي يرفع مكافآت الفوز في دوري الأبطال ل 7,500,000 جنيه للاعبين ويدرس ملف الإصابات والأحمال بحثاً عن قاس سريع. روز اليوسف، المظلوم، متى يعود وليد سليمان للكوماندوز الفراعنة؟